أنا النحالة صابرين شتاوي، بشتغل في مشروع المنحلة السعيدة من 4 سنين. الحصار أثر علي بشكل إنه المنتج اللي إحنا بننتجه هنا في قطاع غزة حتى برا غزة ممنوع يطلع، يعني حتى لو على الضفة. إنه مثلاً لو أنا منتجي هلأ عندي منتج قليل، لو أنا تم تصديره برا كان تسويقه أكتر، كان سعره أعلى، كان تطويري للمشروع بيكون بشكل أكبر وأفضل. لو ما كانش في حصار طبعاً أول شغلة كان للضفة، للقدس، للخليل، لرام الله، يعني المناطق اللي إلنا إحنا محرومين منها، ممكن لمصر لأختنا الشقيقة، لبلاد تانية ممكن يطلبوها منا، إنه إحنا ممكن نطلعهم إلهم لبرا.